الو، هلا. اوكي خليني اتفضل. اهلا تفضل. مرحبا. اهلين، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ اخبارك؟ علي بعتني عليك. تفضل. هاي السي في. اهلا وسهلا. اهلا فيك. ما شاء الله. طبعا انا خريج الجامعه الاردنيه، هندسه ميكانيك. انا سمعت عن شركتكم عن طريق البيت.com، وبصراحه كثير عجبتني الشركه وكثير كثير حاب اشتغل معكم. اهلا وسهلا. اهلا فيك. طب شو كنت تشتغل قبل الجامعه؟ بصراحه انا قبل الجامعه ما عم اشتغلت. يعني شو كنت تشتغل وانت بتدرس؟ وانا بدرس انا الحمد لله، يعني بابا كان يصرف علي. انت بتعرف الوضع جد؟ قررت على الشركه وحكيت بابا كان يصرف علي. برا، اطلع برا بسرعة، اطلع برا. مش قادر يعني اوصف لك الوضع اللي انا فيه، بس انه انت واحد مش كويس. بابا برا برا يا كلب، برا عند امك وابوك يا كلب. بابا يا ليل يرحم جدك، ياما كان فكر السنيورة الأصغر الظهر، يلا يرحمه جدك، ولا لبنه في سليل، يا ويلي بابا، يلا يرحمه جدك، يلا يرحمه، ولا جدتك لما قالت، عفوا، دقيقة بابا أنت دقيقة، يرحم جدتك لما قالت فكر قلم رصاص مسكارة، يلا يرحمها. الله تعيش، بس على زمان ما كان في مسكارة. ما في، كانوا بالارض. في. طب شو المشكلة؟ أنا يعني إنه الوالد يصرف علي يعني عادي. شو بابا؟ أنت بابا؟ نو بابا، ما فيش. ألو؟ أوكي خليه يتفضل. تفضل. اهلا وسهلا. مرحبا. يا كيفك؟ تفضل استريح. يا الله يسلمك. يا حياك الله. شو اخبارك؟ والله تمام الحمد لله. انت كيف صحتك؟ والله حكوا لي، حكيت معك انا على الفيسبوك الذي شمالي، حكيت معك. ليث الشمعي. لا مظبوط، بس كنت فاتح ملفك. جبت لي السي في تبعك؟ جبت لك السي في. اشوف. تفضل. زودتنا بالصور؟ موجودة. رقم تليفونك موجود؟ بالضبط. حلو. اوكي ليث، احنا هسه السي في بدنا نخليه على جنب. تمام. حاب اسالك كم سؤال. تفضل. انت خريج اي جامعة؟ جامعة الأردنية. جامعة الأردنية. انت كمبيوتر ساينس صح؟ بالضبط. حلو. انت ما عندك خبرات؟ لا انا تخرج الفصل هذا. خريج الفصل هذا، يعني انت حاب تتدرب عندنا يعني؟ بالضبط. حلو. ما اشتغلت شيء قبل هيك؟ لا. بس انا بعرف انك اشتغلت، اي مكتوب اشتغلت في مول. مول؟ هي ايام ما كنت اشتغل، يعني كنت سوبر فايزر. شو كنت تشتغل؟ سوبر فايزر. حلو. كاشات؟ حلو. حلو. اوكي يا سيد ليث، هسا انا علي معلومات قبل شوي حكي معي ووصاني عليك. يلا يسلمك. حلو. وتوكل الله ان شاء الله كل شيء محلول، بس خلينا اليوم خلينا تقولي مع الموظفين. بصير، بس في عندي سؤال واحد. تفضل تفضل. الرواتب كيف الرواتب؟ هسه شوف، الرواتب احنا ان شاء الله ما نختلف عليها. حلو. بس في عندك يعني محلول ال 400 ل 450. حلو. خلص انا شغال. اشتغلت. بدك احكي في موضوع الرواتب انه 200 ليره؟ قول لي وانت جاي على شركة مش جاي على مول.